وردة بنت يا وردة. أيوة يا حاج. حالي. أيوة يا حاج أمور. سخني لي الكارع اللي فايت من العشاء. عينيا، قررت تاكل كوارع؟ اه قررت. حاضر. يوه مال وقعت مني. ايه ورق الطلاق؟ اه حلو قوي ده. بص بقى يا ورده، شغل السهوكه والخلاعه ده ما بيدخلش عليا. وبعدين عايز اقول لك على حاجه هتصدمك، امكانياتك مش ماشيه مع اهدافك. لا متهيألك يا حاج، كل اللي في المنطقه اعترفوا بامكانياتي. كلهم بيخدعوك يا ورده. بقول لك البضاعه وصلت؟ وصلت. قطعتيها؟ لسه. سلفنتيها؟ لسه. بعتيها؟ ابيعها ازاي وانا لسه لا سلفنتها ولا قرطنتها ولا قطعتها؟ وطي صوتك، وطي صوتك. حاضر. بقول لك ايه؟ ايه يا حاج؟ انا بقالي 50 سنه في السوق، سمعتي زي الجنيه الذهب عشان ملتزم في مواعيدي. انا بقيت نمبر 1 في المخدرات عشان ما باخرش الشغل. خش قطعي وسلفيني وجهزي البضاعه. يلا غوري. من عينيا، بس اياك يطمر. مش هيطمر. اه لقيتها. هي ايه؟ ورق الطلاق. يا اخوان الاسئله المجنونه دي، حول ولا قوه الا بالله. بابي يا سي بابي، حبيبي يا بابي. عايزه ايه؟ في واحد بره. خلاص عايز اكل. في واحد عايز يقابلك بره دلوقتي حالا. ده اسمه ايه ده؟ اسمه مدحت. وبتاع ايه مدحت ده؟ عايزني في ايه؟ ده عريس جاي يتقدم لي. ويجي كده فجاه كاني كريميه، ما يعرفش ان انت بنت الحاج العقاد. اقول ايه؟ اقول ايه؟ الواد ده مش متربي. هتقولي هتقولي انا اللي هربيه. ايه نظامه الجدع اللي هو بره ده؟ نصابه ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف؟ هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض؟ ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي. حاج. ايه؟ حاج. حاج ايه؟ مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قادر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني. يا حاج اتعامل، اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلمه انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج، يلا. اهلا وسهلا. لا ما تخشنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوة عزيزة، هو ده الاخ اللي قلت لك. اهلا. يبقى مات؟ هو ده مات. انا تحت امرك يا سعادة الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعادة الباشا. لا هنا 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 نقعد، او جرب هنا ما تقعدش جنبي. يلا 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 شوف اللي وراك. يلا. حاضر. قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه تقطع اللحمه. اتفضل. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا. كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج حاج. معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يكفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت. اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا وردة. وجدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق إيه؟ حق إيه؟ يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمالي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخليني أخرف. شدني يا حضرة الظابط. ما شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. ما تزهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش، سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط.
أمورنا أخويا. أنا جاي أتقدم لطلب إيد بنتكم المصونة وجوهرتكم المكنونة. أنت هتقول لي قصيدة شعر؟ من هي عيلالي؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. أنا مضطر أستأذن يا عمي، نداء الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، وأخيرا عثرت عليه. مطلوب مني إيه يا أم؟ لقيته فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. معلش معلش يا اسلام، رقيقة قوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفشي فرفشي فرفشي. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ بعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير قوي، زي البق في البطانية، بس بشرفي أنقيهم بقى بقى. ابقى دي حاج لحسن هيرجع عليك. ايه يرجع ايه في الليلة السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا ورد. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. انا بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجأة بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس؟ يعني عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟ هو حصل ايه؟ اوعى تكوني هبل يا بنت. بتقهر امك ورحمه امك بس متجوزها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركه، مش هتوافق وحياه امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى افهمك الصح، ما تنسيش بقى يا حلوه ان انا مضيك على وصولات امانه وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. فاكره الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانويه العامه بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانه، وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظه. يلا على اوضتك. يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها، اوعي تعكش السرير. تكنيله بنت رخمه. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها؟ يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخويا يغوروا في ده يا هم الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا. اقعدي. انا مش صعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو رياله اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله. اشربي اشربي.